الشبكة. مساء الخير. الإدمان الرقمي والمخدرات الإلكترونية مصطلحين جدد جداً على عالمنا، بس كنا عايشين بين عالمين، الأول عالمنا العادي والثاني عالمنا الافتراضي، على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث اللي مهما تمت مراقبتها إلا ما توصلنا إلى أماكن مظلمة. ممكن يكون الخروج من هاي الأماكن صعب، ولكنه مش مستحيل. بشهر 7 لسنة 2018 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم الإلكتروني يؤدي إلى الإدمان والاضطرابات العقلية. هون إحنا كان لازم نوقف عند هيك خبر ونقيس على حالنا ونفكر من كل النواحي، شو أسباب الإدمان الإلكتروني؟ لوين ممكن يودي؟ وفي موضوع تاني لفت الانتباه الأعوام اللي فاتت، وهو موضوع المخدرات الرقمية اللي اجتاحت مواقع الشبكة العنكبوتية على صورة ذبذبات تذهب العقل وبتدخل اللي بسمعها وبركز فيها بحالة من الهلوسة وعدم الوعي على المحيط فيه. كما قلنا سابقاً، برنامج الشبكة حياخد خيوط الشبكة ويحاول قدر الإمكان إنه يحمي المجتمع الفلسطيني وكل من يتابعنا في العالم العربي والعالم من شرور هالعالم الافتراضي. بحلقتنا اليوم حنناقش مع شركائنا ما هو الإدمان الإلكتروني وشو أضراره على الشخص وأفراد الأسرة كاملة، وكمان حنناقش موضوع المخدرات الرقمية وأثرها السلبي على الدماغ والمجتمع. أهلاً وسهلاً بكم جميعاً في حلقة جديدة من برنامج الشبكة. الشبكة. بنرحب بشركائنا ببرنامج الشبكة. من مكتب النائب العام لدولة فلسطين الأستاذة نسرين زينة، رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية في مكتب النائب العام، ومن الشرطة الفلسطينية المقدم سامر الهندي مدير وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفلسطينية. أهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من برنامج الشبكة. يسعد مساكر. وموضوعنا اليوم مختلف وأعتقد أنه جديد جداً ولسه في طور البحث، ولكن يجب أن نسلط الضوء عليه سواء كان من إدمان إلكتروني أو كان من مخدرات رقمية. اصطلاحاً أستاذ نسرين، ما هو الإدمان الإلكتروني؟ الإدمان الإلكتروني هو، شوفي، هذا المصطلح لم يكن موجود من قبل أو لم يكن في هناك إدراك لهذا المصطلح، بالرغم من أنه كان في هناك عدة أشخاص ينادون حول تعلق الفرد أو المستخدم بالأداة أو بالوسائل التكنولوجيا المعلومات المتوافرة بين أيديهم، لحين تم إصدار من منظمة الصحة العالمية بإدراج الإدمان الإلكتروني على قائمة الأمراض طبعاً. وهي حديثاً بسنة 2018، من سنة 1991 لم يدرج أي مرض جديد إلا مؤخراً الإدمان الإلكتروني والجنس القهري. الإدمان الإلكتروني هو ما عرفته منظمة الصحة العالمية، هو تعلق الفرد بالوسائل تكنولوجيا المعلومات والتقنية لما يتجاوز 38 ساعة بالأسبوع. فهذا إن دل فأنه يدل على تعلقه وانشغاله وتركه للأمور الهامة في حياته من أجل أنه متعلق بهذه الأداة، سواء من أجل لعب جيمز أو دردشة أو التصفح أو إلى آخره، حتى يحضر أفلام أو أشياء أو متابعة الأفلام. يعني صار الأسهل أنه الواحد بطل يحضر الأفلام التركية على التلفزيون، صار يحضرها على الإنترنت، وبأي مكان، لأنه 3G موجودة في أي مكان، بالسيارة في أزمة بتفتح بالضبط، خاصة في الأزمات. يعني اختصار إنه التعلق بالإنترنت يؤثر على وظائفه، سواء يعني وظائفه بالعمل، وظائفه الحياتية، بالبيت، بدراسته، حتى ممكن يأثر على نومه كمان، على كل تفاصيل حياته، يؤثر على سلوكياته، بترك أثار نفسية، بترك أثار نفسية، بصبح الشخص منزوي،
بترك بفضل أنه هو يضل مشغول يعني بصفي صديقه الوحيد هو يعني الهاتف الذكي. الإنترنت أهم من العائلة، أهم من العمل، أهم من الأصدقاء، أهم من الدراسة للطلاب. وبصراحه هو الادمان حتى بمراحل بمراحل يعني من العمر للصغار بالمدارس بيكون اثره اكثر اخطر طبعا بيؤدي الى التدني في العلامات الدراسيه وخاصه انه احنا فيش عندنا وعي حول اليه استخدامها او كيفيه استخدامها. ما في وعي عند الاهل بالمراقبه بتحديد المواعيد مثلا، بيشوفوا الولد انه نكد او عصب خلص بدي اريح راسي لا بفتح له النت خليه يلعب، بس هم ما بيعرفوا انه هذا تعلقه بالاداة الالكترونية مرة على مرة عم بتخليه انسان او بتغير سلوكياته بتخليه انسان مختلف كليا، هي تؤثر على انسانيته ايضا. وكمان هي بتأثر على انسانيته اذا سمحتي الاستاذي، وكمان يعني مش بس الاثار النفسيه، له اثار جسديه بالتحديد على الاطفال. نعم يعني التقوس اللي موجود بمنطقه اعلى العمود الفقري، ضعف النظر، يعني هاي من الاثار اللي كثير اليوم لو نراجع مثلا اطباء العيون رح نشوف انه للأسف نسبة عالية من أطفالنا هم بيعانوا من مشاكل في النظر ناتجة عن إنهم هم يعني بيكونوا لفترات طويلة على الآيباد على الموبايلات. صحيح. ويعني هذا بترك أثر عليهم. النظر بيخرب، الصحة بتخرب، وفيش كمان الشاشة أكيد بتشيل فيتامينات من صحتهم، والعظام بصير فيها مشاكل. بتعرف إيش كمان بتسوي؟ إنه الطفل إذا تعود من هو صغير على إنه هو يتعلق بالجهاز الإلكتروني بصفي هو صديقه. الصديق الوحيد. فيما يدخل في خضم العمل والدراسة والجامعة رح يلاقي صعوبة في أن هو يقوم بإنشاء صداقات أو يكون عنده علاقة اجتماعية بالمجتمع أو أنه يحدث أثر. شكل أشكال التوحد. نعم. 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 بس أنا كنت بحكي عن الموضوع، أنا كنت في مؤتمر محلي بفلسطين عن موضوع التوحد، وإن كان موضوع التوحد له علاقة بإشي وراثي بجينات، لكن نعم. الناس اللي عندهم قابلية أو الأطفال اللي عندهم قابلية للتوحد إذا ما تركوا لفترات طويلة أمام السمارت فون والأجهزة الذكية أو الوسيلة تكنولوجيا معلومات، هذا بيعزز من أنه المرض عنده توحد أكثر. توحد، عدم صحيح. الثقة بالنفس، عدم القدرة على اتخاذ قرارات، لأنه بصفي هو كل إشي بيعمله لحاله، بفكر وبسأل وبيجيب منه لهاي الأداة المادية اللي ما غير محسوسة، يعني اللي هي صحيح. ما بتتعاطف معه، وعالم مش حقيقي أصلاً. نعم. وفي خوف أصلاً على موضوع الأطفال، بده حلقتين ثلاثة لحالهم الأطفال. وهو بيكون عرضة كمان، يعني هو كل ما زادت ساعات الشخص أمام الإنترنت بالتحديد اللي يعني مش إشي متعلق بالعمل أو بالدراسة، هو بيكون عرضة أكثر إنه يكون محل ارتكاب جريمة، يعني بيكون هو ضحية بجريمة. يعني كل ما زادت ساعات الشخص أمام الإنترنت بالتحديد إذا كان في فراغ عنده، يعني أنا على الإنترنت لأني على الإنترنت، لأني مدمن على الإنترنت، لأنه أنا بالزبط. على الجيم، لأنه أنا على السوشيال ميديا، هذا بيخليني عرضة إني أكون صحيح. محل لوقوع جريمة. وكمان بيخليه عرضة أنه هو بيكون فاتح موقع ما بيلاقي غير مواقع تانية طلعت له هيك غلط، نقي واختار، يعني صحيح. اختار الموقع اللي بدك اياه، بصير عنده فضول انه بدي اشوف شو هذا الموقع، ممكن هذا الموقع يكون مواقع شعوذة، مواقع إباحية. افلام اباحيه صحيح. ممكن مواقع مثلا عرض للمخدرات او الى اخره، فهو بصير يعني حط فضول بطبيعه الانسان. الاطفال بالتحديد الموضوع الالعاب، يعني يمكن هي فرصة إنه نحكي عن قديش خطر موضوع لعبة الحوت الأزرق اللي انتشرت. لعبة يعني إلكترونية الغريبة العجيبة هاي. وبالتحديد هدول الألعاب يعني في تم تسجيل العديد من الحالات، يمكن آلاف الحالات على مستوى العالم. نعم صحيح. من الانتحار نتيجة اللعبة هاي لخمسين ليفل، خمسين ستيج، كل ليفل في آدمين بطلب منه يقوم في مهمة أو في مغامرة. فهي واحدة من الألعاب. اللي وحتى بعضه بسمحوا من خلال الهاتف الذكي، خاصة الألعاب هاي بسمحوا لأنه يجيهم إشعار حتى لو الهاتف كان شاشته مغلقة. نعم. بأنها بتحكي معاهم اللعبة هاي بنصاص الليالي، بتعطيهم صحيح. أوامر غريبة، فبتدخلهم بمتاهة نفسية، يعني بتعيشهم بعالم، بتعيشهم صحيح. بعالم بصير هم يتخيلوه، مش فاهمين ببطل عالم حقيقي. هل هم عايشين في عالم حقيقي أم هم عايشين بعالم افتراضي؟ لا، هو بيعيش عالم افتراضي، وبكون العالم الافتراضي ترك أثر على جسمه. يعني إحنا في نعم. الحالات اللي تعاملنا معها بفلسطين بموضوع الحوت الأزرق ومريم، بتحديد الحوت الأزرق، يعني الآدمن هو بيطلب من الشخص، طبعا هو
بيطلب منه أول 4-5 مطالب عادية، بعدين ببلش يرفع من الدرجة الثامنة، من المستوى الثامن ببلش يطلب منه. نعم، على 13 يمكن هو كان بيطلب إنه يعمل علامات فارقة، نعم، يجرح إيده ويساعده بشفرة، صحيح، يرسم، نعم، حوت أو يرسم خطوط على إيده. إحنا شفنا حالات للأسف بالمدارس وصلت لهذه المرحلة. نعم، يمكن، نعم، هذا بيستدعي من أولياء الأمور، أولياء الأمور يعني لازم يتبعوا. بدها هاي حلقة لحالة على الألعاب الخطرة اللي، صحيح، عم يعني في ببجي هلا كمان، الببجي في مومو، في لعبة مريم، ألعاب، في، نعم، في عدة ألعاب. مشكلة بتلاقي رواج، بتحس اللي عامل اللعبة إنه عامل دراسة نفسية كاملة لكافة البشرية وعارف بالضبط إيش هو الإشي اللي ممكن يخطف ذهن البني آدم بطريقة نفسية. لذلك حتى بعض الأشخاص اللي بيعملوا الألعاب هم بيكون عندهم أزمات، بيكون عندهم مشاكل نفسية. يعني لعبة الحوت الأزرق، الحوت الأزرق اللعبة سميت بهذا الاسم إنه هذا الحوت لما يقرر إنه يموت هو بتوجه للشاطئ، بيرمي حاله على الشاطئ، لما يكبر بالعمر بيقدرش ينزل على أعماق بالبحر. فلما سمى اللعبة قال إنه أنا رح أريح الكرة الأرضية من الناس، من البشر اللي بشكله عبء علينا، بيشاركونا بالموارد، بالأكسجين، بالأكل، بالشرب، وأنا بدي أعمل خدمة للبشرية. ضعف شخصية أو يعني هو بيختبر، هو بيختبر الأشخاص الضعيفين وبقول لك هدول الضعيفين الماء لهم لزوم، أنا بخلص منهم، بخلص منهم، يعني بخلص البشرية منهم. للأسف هو بيستهدف أطفال من 8 إلى 13 سنة اللي هو أصلا لسه في حالة التكوين، نعم، وتنمية القدرات والمهارات ووضع الأسس لهذا الطفل يعني. واللعبة هي المسؤولين اللي بيكونوا باللعبة هم بيلجأوا للسوشال إنجينيرينج والهندسة الاجتماعية وفن اللعب بعقول الأطفال، صحيح، بحيث أنه يقنع هذا الطفل أنه يخضع للأوامر اللي بعطيها بكل مرحلة من المراحل. في علامات أكيد بتكون ظاهرة للأشخاص، مش بس الأطفال، كمان الأشخاص اللي بالغين عاقلين، إنها علاقة في الإدمان الإلكتروني. نعم. وممكن منلاحظ عزلة مجتمعية ومنلاحظ أمور عديدة. حالة غضب يعني مثلا إذا كان في مكان تقول أنه ما فيه إنترنت بزعل أو بنسحب، بروح إلى مكان آخر حتى لو كان نقول في جلسة اجتماعية، نقول طلعين عائلة ما سوا فيش واي فاي، بتلاقي أنا بدي أروح عصب بدي أروح. تأثيرها أيضا كبير على الأطفال، مثلا الطفل إذا كان في البيت وهو قاعد يلعب، إذا راقبته أمه وقالت له أمه خلص لك 3 ساعات بتلعب، بيصير عنده ردة فعل بنسى أنه هاي أمي مش لازم أحكي معها بهاي الطريقة، وهذا والدي مش لازم أحكي معه بهاي الطريقة. ليش؟ لأنه بصير يتصرف بطريقة مش مسيطر عليها، لا إرادية، هو همه وتفكيره أنه أنا بدي أخلص الجيم، أنا بدي أربح، أنا بدي أقتل فلان، أنا بدي أكسب صاحبي. يعني بيكون هاي الحالة اللي مسيطر عليه أكتر من أنه بنسوا حالهم، بصير عندهم هزل ضعف، لأنه ممكن أنه هو ما يروح يأكل إذا كان في وجبة الغداء أو العشاء، بس أنه بدي يضل قاعد. التدني بالعلامات، العلامات، انحراف برضو بالانحراف السلوكي والأخلاقي. ليش؟ لأنه ببطل الواحد ببطل متمسك بالعادات والتقاليد الموجودة وبالقيم الاجتماعية الموجودة، بصير يلحق، بصير يلحق، يعني تأثيره بالمجتمع الافتراضي اللي هو عايشه بيكون أكثر، يعني هو بتأثر بهذا المجتمع أكثر من تأثره بالمجتمع الحقيقي. نعم. مثلا جو بين الأسرة، الحقيقة والخيال، صحيح، بين الحقيقة والخيال، لدرجة أنه في زميل لإلنا كان في طفله عم بلعب أو بلعب لعبة ببجي اللي كنا نحكي عنها قبل شوي، والطفل ماشي بالشارع وفي هاي باللعبة انك انت ممكن تاخد اي اشي بتلاقيه بالشارع، فلقى سكينة بالشارع مرمية، فالطفل في حياته الحقيقية حمل السكينة وراح فيها على البيت، فبسأله ابوه بقول له انه ليش حمل السكينة، من وين جبتها؟ بقول له لقيتها بالشارع. بقول له مش احنا اي اشي بنلاقيه بالشارع ما بناخده، بنخليه بالشارع. قال لا، ما انا ببجي اي اشي بالشارع بطوله. انت هيك غيرت سلوك طفل من انه كان مربى على أسس معينة ولكن بلعبة عشان لعب عليها فترة قصيرة تغير سلوكه، صار سامح لحاله، عادة برمجة دماغه، هي عادة برمجة كاملة للدماغ. يعني موضوع جدا مخيف، جدا مش مخيف. مش كمان هيك صارت تسيطر أنه نقول أنه أنا مثلا بنصح ابني ماما ما تلعبش مثلا على التليفون تبعك هالقد وقت، بيصير نظرك قليل وكذا. إذا شاف أي مقال أو شاف أي عبارة موجودة أنه لا ما بأثرش على العينين وهاي الأشعة ما بتأثرش، أنا بفرجك يا صار في، صحيح، عندهم يحاوروك أو ما ياخذوا منك تحدي، برجعوا لإيش؟ للعالم الافتراضي اللي ينشر فيه ما يقال.
يعني في منه في عدة دراسات موجودة، عدة منشورات ما بين الصحيحة وما بين المغلوطة بدون ما أنهم يتأكدوا من المصدر، هل هاي الدراسات أو هاي المنشورات هي صادرة من مثلا من مركز موثوق منه مختص مثلا. صحيح. يعني هي حتى الببجي للأسف يعني خلال يمكن آخر خلال السنة خلال 2018 هي كانت ترتيبها الرابع على متجر أبل ستور جوجل بلاي من حيث التنزيل. اللعب الناس يمكن مش كثير واعي لقديش مخاطرها، يعني هي قديش بتشجع على العنف، عنف العنف القتل العنف العنف درجة القتل، يعني كمان اللعبة هالقد عنيفة للأطفال، التواصل مع الغرباء، يعني التواصل مع هي الغرباء هي فاتحة، يعني اللعبة هي بتفتح اتصال مباشر مع الغرباء وبكون على اتصال مباشر معهم. احنا بالوحدة استقبلنا حالات، في عنا شكاوي لجرائم ارتكبت بحق أطفال، هاي الجرائم بلشت العلاقة من هاي اللعبة، بالزبط. تم التواصل مع هدول الأشخاص، بعدين أخذوا أكاونتات بعض على الفيسبوك، ولاحقاً تم التواصل، وصل لتهديد ولابتزاز. بس هم عم بيشتغلوا مع أشخاص مش من محيط بيئتهم ويعتقد هم أصدقاء، وهم هذول اللي بيكونوا معي بالمعركة وقد اللي يكون هو وحروا معي بالحياة في ثقة بصير أكثر فيه وهو قد يكون أحد المجرمين الإلكترونيين اللي هو ممكن أن يستخدم الهندسة الاجتماعية حتى يصل إلى الطفل ولا أسرار بيته، بيتم استدراج الطفل من خلال اللعبة لمآرب تاني ولأهداف تاني. بالنسبة لموضوع الإدمان أعتقد أنه أستاذ نسرين ومقدم سامر أنه أي شخص مدمن في الدنيا دايماً راح يواجهك بحالة النكران. نعم. يعني حالة النكران راح تكون موجودة سواء كان نوع إدمانه عادي، سواء كان مدمن على إشياء كيماوية أو كان مدمن إلكترونياً، أكيد راح يواجه بالعنف أو راح يواجه بالصد أو راح يواجه بطرق إحنا راح نغلب فيها زي ما بقولوا، خاصة مع الأطفال الموجودين في مجتمعنا. هل في لجنة أو دراسة معينة أو استمارة معينة ممكن نستفيد منها إحنا ونقيس فيها درجة الإدمان للمواطن الفلسطيني؟ كان في مبادرة من جامعة النجاح بنابلس بالأمان على الإنترنت، وهي المبادرة تم إطلاقها ب6/2/2017 هاي السنة 2018 نعم هاي 2018، ولكن إحنا بدأنا بالتحضير لها بال2017 وحاليا عم بحضروا كمان للاحتفال باليوم العالمي على الإنترنت اللي هو يصادف ب6/2 من كل سنة. من خلال هاي المبادرة كان في عندهم إدراك ووعي بأنه الإنترنت يؤدي إلى الإدمان، فقاموا بإعداد استمارة، وهي الاستمارة موجودة على الموقع، على الموقع المبادرة، وبيستطيع أي شخص أنه يقوم بزيارة هذا الموقع وتعبئة هاي الاستمارة ليقيس ذاته. نعم. يعني يستطيع أن يقوم بقياس ذاته وممكن أنه يستخدمها لقياس أولاده أو أصدقائه. أنا ممكن شخصيا أنا معني أعرف، يعني أنا بنصح الجميع نسبة إدماني أنا. نعم. كمان كل واحد فينا بيستعمل مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والشبكة العنكبوتية، كل واحد فينا معرض أنه يتجه لاستعمال خاطئ، ما في حدا معصوم عن الخطأ، بس مهم كمان نعرف أنه في أداة معينة، في استمارة ممكن أقيس فيها أنا إدماني أو قديش درجة إدماني. نعم. على مواقع التواصل. يعني هي زي ما تفضلت الأستاذ نسرين، يعني هي في موقع للمبادرة www.safeonline.najah.edu، هذا موقع للمبادرة. المبادرة هي يعني قامت بها جامعة النجاح مع النيابة العامة، الشرطة، شركاء في القطاع الخاص والقطاع الحكومي وفي الوزارات. أطلقنا الموقع، الموقع موجود عليه اللي هي استمارة لقياس الإدمان على الإنترنت، 20 سؤال مش بحاجة لا باسورد ولا الأكاونت عشان أنت تفوت، أي مواطن. نعم. بفوت بيشوف الاستمارة بالنتيجة بتطلع لنا طوالي بالنتيجة مباشرة، بيضغط على إيش استمرار. إيش قياساتها مثلاً؟ من سبعة وإطلع، من 10 وإطلع. نعم. هي كيف بعرف أنا مدمن أو لا؟ هي بتبلش حالة الإدمان إذا كان عنده 7 إجابات من 20 بنعم أو يعني غالباً بيكون هو مدمن، لكن كمان درجة الإدمان يعني هي مش درجة واحدة، يعني اللي بيستخدم الإنترنت مثلاً 5 ساعات باليوم مثل المستخدم 10 ساعات مثل المستخدم طبعاً. ساعتين طبعاً. يعني أنا بتقديري هو في كثير دراسات عن الإدمان، لكن إذا زاد الشخص إذا زاد أي حد أنه بيستخدم الإنترنت أكثر من 2 ساعة باليوم غير مرتبط بعمله. غير مرتبط بالضبط. غير مرتبط بالعمل. هون أنا بلشت أتوتر. الإنترنت مرتبط بعملنا، وبالتالي مرات إحنا يمكن 7 ساعات 8 ساعات وأكثر على الإنترنت، مثلا إحنا ممكن مرات 10 و12 و15 ساعة. صحيح. لكن هو مش مرتبط بحالة إدمان، هو مرتبط بوظيفة، مرتبط بالدراسة، لأنه عقلك الباطني والذهني هو عم بيتجه حول العمل.
يعني في هدف معين. نعم. في فرق أنه أنت تقعد لهدف معين ولخدمة معينة من أنه أنت تتجه فقط للتسلية. يعني إحنا لما حكينا عن الوقت. التعريف حكينا أنه يؤثر على الحياة ويتعارض مع العمل، مع الواجبات في البيت، مع الواجبات اللي لها علاقة بالدراسة. الإدمان يعني هيك تعريف. وبالتالي إذا أنا بعملي لا ما في عندي مشكلة، لكن أي شخص يعني هو مرتبط بالإنترنت لساعتين فما أكثر يومياً بدون عمل بدون دراسة بدون شيء بيكون مهدد بخطر الإدمان. نعم هو بيكون بلش مخطر. بمرحلة الإدمان. والحد ولغاية حد 38 ساعة بالأسبوع هو يعتبر مدمن. نعم. الساعتين مدمن. هي للأطفال أكثر، لأنه إحنا كثير مرات بنعطي زي ما حكينا الموبايل للولد وإنه يلا إلعبوا عشان إمه تكون مثلا بالبيت مشغولة. فيعني هذا الموضوع لا يعني يمكن بحاجة إنه الناس ترجع تعيد حساباتها. طبعا طبعا. كمان أنا بضيف إشي على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة إنه هي مش بس في عنا الاستمارة الخاصة بقياس الإدمان، لا هي كمان في حلول. يعني في كثير دراسات كيف الشخص اللي بيكون مدمن ممكن يتراجع شوي شوي، بلش ينسحب من هالحالة، كيف يعالج نفسه. يعني في أكثر من يعني نعم. نعم. بالإضافة لكثير الدراسات والمواضيع والأبحاث بالتوعية من موضوع الجريمة الإلكترونية. يعني أي إشي بتعلق بالاستخدام الآمن، هي المبادرة اسمها الأمن والأمان الإلكتروني. نعم. الأمن والأمان مبادرة جميلة جدا يعني تستحق إنه يعني نحكي احنا عنها. كمان بشهر 2 رح يكون في عنا زي ما تفضل سادة اليوم العالمي. نعم اليوم العالمي الاحتفال باليوم العالمي، وإحنا فلسطين رح نشارك العالم بالاحتفال. يعني لسه في هاي للسنة الثانية. يعني هاي للسنة الثانية. نعم. هي السنة هاي كانت انطلاق المبادرة، فإحنا اختاروا اللجنة أنه تكون الانطلاق طبعا ب6/2. هلا رح يكون في احتفال وإن شاء الله تستمر المبادرة، ورح يكون احتفال سنويا ب6/2 مع باقي العالم بهذا اليوم. جميل جدا. بالعكس هاي مبادرة تحترم، ويجب أنه احنا الحمد لله فلسطينيين دائما نحاول نكون سباقين ومبادرين. المخدرات الرقمية الموضوع بعرف انه بهم الأستاذة نسرين. المخدرات الرقمية هو مصطلح جديد ومصطلح اجتاح العالم، موجود في كل أنحاء العالم، في حالات موجودة. هي ما بين هل هي مخدرات رقمية، هل هي تؤدي إلى الإدمان، هل صحيح هاي ممكن أن تكون مخدرات، هل تؤثر، هل هي تعتبر المؤثرات العقلية. يوجد عدة دراسات، يوجد عدة استطلاعات للرأي بموضوع المخدرات الرقمية. بعضها ما يعتبر، يعني هل هي تعتبر مثل المخدرات التقليدية؟ طبعا لا تعتبر مثل المخدرات التقليدية اللي تم طبعا تعريفها علميا. عفوا أستاذ نسرين، لو كان فعليا التنويم المغناطيسي هو بيشبه، يعني بيشبه إلى حد ما تنويم مغناطيسي، وتنويم المغناطيسي هو علم موجود في عالمنا، يمكن هم ذهبوا إلى هذا المنحى. يعني خاصة إذا أنت مفروض تكون بأجواء معينة وبإضاءة معينة وبظروف معينة ومع سماعات حتى نوعهم أعتقد معين. صحيح. لازم نعم. أعتقد أنه بيشبه كتير تنويم مغناطيسي، ولكن هنا بصفي انك انت مش رايح تتعالج، انت هون رايح انه انت بدك تبتعد عن العالم الحقيقي اللي انت عايش فيه عشان تروح لعالم افتراضي غير موجود. في حالات موجوده بالعالم، بس في حالات وفي مواقع كمان عم بتبيع هذه يعني النغمات. ولكن انا متفق معك انه في ظاهره جديده. نعم. هي ظاهره مرتبطه بانتشار الانترنت بالعالم، مواقع بتبيع بالملايين. انا متفق يعني. نعم. انا عندي يعني يمكن اطلعت على كم موقع من هاي المواقع، بلشت بال2005 يمكن أول مرة بلش موقع، وما بدنا نذكر أسماءهم. في عنا بال2007 كمان في موقع وبيبيع من 5 إلى 19.99 دولار. نعم. النغمة في أسعار كمان. نعم. هي بتبلش بمبلغ بسيط. أنا اللي شفت الموقع اللي أنا طلعت على موقعين أنا يمكن خلال الفترة اللي فاتت، في ناس مهووسين بالعالم بيشتروا هاي النغمات. نعم. هي ضارة يعني بالتحديد لتح 18. نعم. نعم. هي تؤدي إلى الهلوسة، في بعض من النغمات. صحيح. تؤدي إلى الهلوسة. وعدا عن هيك المخدرات الرقمية، المخدرات التقليدية أولا أنت لما بدك تشتريها مثل الحرامية، بيكون هناك أنه بتتفق وكذا، بس هاي معروضة بلاش، وأنه نغمات وفيش إشي ما يجرمها. للأسف اليوم مع انتشار الدارك ويب والشبكة المظلمة يعني في العديد من لو تم حجب المواقع حتى بتقدر تبيع المخدرات. صحيح. التقليدية يعني هي واحدة من الظواهر اللي
بصراحة يعني زارت خلال الفترة الأخيرة، يمكن هي زارت أكثر 2015-2016، وهي ممكن يكون واجب علينا إحنا كجهة إنفاذ قانون وجهة تطبيق العدالة أنه إحنا نوعي بأنه مرافقة أولادنا بحياتهم اليومية ومتابعة سلوكياتهم، لأنه من خلالها ممكن أنه نعرف ونوعي الأهل أنه تعلموا صحيح. أنه لازم ترافقوا حياة أولادكم بهذا الموضوع، خاصة سلوكياتهم. جدا مهم الموضوع هذا. أعتقد أنه التطور التكنولوجي راح يودينا لأماكن لسه إحنا مش عارفين وين هي. كل يوم والتاني في عنا إشي تقنية جديدة عم تطلع، وما شاء الله العلم في تطور مستمر، ولكن هل المواطن مواكب للتطور الموجود أم راح يواجه صدمة؟ حالة وفاة، حالة وفاة، أنه كان في هناك شكوك هل هي من خلال وتم نشرها عبر وسائل الإعلام، هل أنه ممكن أن تؤدي المخدرات الرقمية إلى الوفاة؟ هل ممكن أن نعتبر أنه فيها جرعة زائدة زي المخدرات التقليدية؟ الموضوع أعتقد أنه لسه قابل إلى النقاش، ولكن نعم. إحنا حبينا ننوه عنه في البرنامج لأنه مهم جدا نكون قدر الإمكان ناخذ كل أطراف الشبكة العنكبوتية اللي إحنا عايشين بينها وبين عالمنا الحقيقي. وكونكم ذوي الاختصاص في البلد حبينا أنه نطرح عليكم الموضوع هذا. بشكرك أستاذة نسرين. الله يخليك. بشكرك مقدم سامر، وقدومكم دائما بالنسبة لنا إضافة لبرنامجنا، وإن شاء الله الحلقة الجاية راح نحكي عن مواضيع أكثر وأوسع، ونحاول نسلط الضوء على الأسرة والمواطن كما هو هدفنا، حماية المواطن. شكرا لكم. يسعد مساك. بين الإدمان الإلكتروني والمخدرات الرقمية علامة استفهام كبيرة جدا، هل نحن بمأمن في هذا العالم المليء بالأسرار؟ هل أولادكم وبناتكم وأصدقائكم بأمان من شرور الإدمان الإلكتروني؟ متى آخر مرة راقبتوا فيها أحبابكم وتصرفاتهم؟ ممكن تطفوا الإنترنت كم ساعة مشان تتواصلوا سوا وتشوفوا كيف ممكن يتصرفوا من دون انترنت؟ يمكن انت او انتي برضو مدمنين الى درجة ما. متى اخر مرة خرجتوا من البيت وتركتوا هاتفكم الذكي بالبيت طوعا لانه بدكم تريحوا دماغكم من هالعالم الغريب العجيب؟ اكيد في خطر من الادمان الالكتروني على كل حدا فينا، وما في حدا مستثنى، لكن دورنا تجاه أنفسنا ومسؤوليتنا تجاه هالبلد إنه نحمي حبابنا مشان ننهض بمجتمع صحي اللي فينا مكفينا، مش ناقصنا كمان مشاكل ممكن تخلي هالمجتمع يتضعضع. خدوا تحدي على حالكم بكم ساعة من دون إنترنت في البيت مشان ما تنسحبوا بدوامة سودة ما إلها آخر. كل حدا فينا مسؤول، وكل حدا فينا بالغ وعاقل مسؤول عن نتائج أفعاله بحياته. اتحملوا المسؤولية وكونوا كما نتمنى. نراكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم. على خير. سلام.